الآن سوف نتكلم عن الأداة الرابعة بشكل تفصيلي أكثر، وهي إضافة الأسئلة أو إضافة الأسئلة أو إضافة الروابط على الفيديو التعليمي. نستطيع من خلال فتحنا على الفيديو إذا افترضنا أننا نريد وضع هذا الرابط أو هذا السؤال هنا، نقف عند الدقيقة التي نريد أن نقف عليها أو الثانية التي نريد أن نقف عليها ونضع الرابط من خلال الضغط على هذه العلامة، من ثم نذهب ونكتب الجملة التي نريدها، مثلا Earth على سبيل المثال طبعا is a planet، نضع هذا الارتباط التشعيبي، علامة الارتباط التشعيبي هذا، ونكتب اللينك مثلا لنكتب www.google.com لينك، أي رابط. نلاحظ أنه وضع لي باللون الأزرق. إذا ضغطنا على سيف سوف يحفظ لي السؤال الذي وضعته، وأيضا يستطيع أو نستطيع عندما نضغط على هذا السؤال أن يفتح لي صفحة جديدة وهي جوجل، الصفحة الرئيسية لجوجل التي كتبت اسمها. الآن نستفيد من أن هذه العلامات الكويزز تفيدنا كثيرا في وضع الأسئلة والترو والفالس، ونستطيع أيضا أن احنا نجاوب على الطلبة من خلال. الآن انتهيت من هذا الفيديو، فنضغط على فينش، على زر فينش. Add a class. Let's rename it Science 2. Send. أظهر لي class code BQL6W3. هو كود يضعه الطالب لكي يتمكن من الدخول إلى الصفحة التعليمية التي وضعتها له، ولكي يرى الفيديو ويستخلص من الأسئلة ويجاوب عليها. Share the code. Your students must have account. Join this class with this code. هنا وضع لي أن الطلبة يجب عليهم أن يفتحون حسابات لكي يستطيعون أن يروا صفحتي. أيضا كذلك يجب عليهم أن يشتركوا يدخلون من خلال الكود الذي وضعه لي. لنحفظه لدينا بي BQL6W3 هو اسم الكود الذي نريده. هنا نلاحظ أنه وضع علامة تويتر والإيميل will do. will do. أضغط عليها لكي نخرج من هذا. هنا نلاحظ أنه وضع لي الفصول التي لدي. هنا نلاحظ أن هذه هي صفحتي My Classes. نلاحظ هنا أن الـ EDpuzzle يحتوي على Search My Content و My Classes و Share و البروفايل التعريفي لي. نرى ماذا يحتوي. يحتوي على General Setting, Full Name, Main Language, Update Profile. Full Name هو اسم اليوزر لي. نرى كذلك في الجهة المقابلة Account, EDpuzzle Account, إيميل الذي تم استخدامه لإنشاء EDpuzzle.
هنا نستطيع أن نتصل بجوجل، وهنا بالإيميدو إيديمو هنا نلاحظ شير share your super powers. هنا نستطيع أن نشارك، هنا classes، نلاحظ هنا أنه تم وضع فصلين، أنني سبق واستخدمت هذا الملف فوضعت science 1 or science and science 2. لنرى هذه 2. هنا نستطيع أن نضع وقت للأسايمنت الذي هو التكليف من فترة إلى فترة أخرى، أنه يسمح بحل هذا التكليف من نوفمبر 1 2 لنفترض ديسمبر 1 yes save to do. لم تقبل الإجابات بعد ديسمبر 1. هنا نلاحظ أنه وضع وقت معين للإجابة على هذه الأسئلة. هنا إذا كنت لا أريد هذا الرابط أستطيع الضغط على delete. Are you sure you want to remove NASA find most link planet yet assignment it has been embedded if it would no longer be available. لنضغط yes إذا كنت فقط أريد assignment واحد. إذا كنا نريد أيضا هنا إضافة فصول أخرى نستطيع أن نضع فصول أخرى. لنرى هنا ماذا يوجد لدينا my content. هنا نلاحظ أنه استعملت فيديوين بفارق زمني واحد ثانية استعملتهم. assign share move to for create. هنا نستطيع create a new video upload video من خلال هذه القناة student project new folder. جميع هذه الخيارات نستطيع أن نضيفها على قناتي الخاصة فيني. نستطيع إضافة فيديوهات و student project new videos. كذلك هنالك نقطة مهمة نسينا أن نضعها لو هي إضافة الصورة إلى البروجكت. لنضف صورة من خلال الكويزز. نستطيع بداية كما قلنا نختار المدة الزمنية التي نريدها. من خلال هذه العلامة نستطيع إضافة صور للطلبة لكي يروها. upload your image. نستطيع أن نختارها من سطح المكتب أو من الملف يوجد لدينا من هنا. لنفترض أو أن نستطيع استخدام لينك، ولكن يجب هنا أن نضع الرابط واسمه والعرض والطول. نستطيع أن نضع 300 وهنا نستطيع أن نضع 200 على حسب الصورة التي لدينا. نستطيع أن نضع هذه ال
صور. أيضا عندما نذهب مرة أخرى سوف يطلع لي أن هذا الفيديو الذي عملته أو أضفته سوف يضاف. نضغط later لاحقا. Move to folder, select video lesson project to move folders by clicking. نستطيع أيضا إضافة ونقل هذه الفيديوهات إلى ملفات أخرى. Search هنا نستطيع التصفح ورؤية الفيديوهات المتنوعة داخل الـ EDpuzzle التي تفيدنا من خلال القنوات التعليمية EDpuzzle, يوتيوب, كان أكاديمي, ليرن زيلون, ناشونال جيوغرافي كما ذكرنا مسبقا, ماي كلاسز. نستطيع إضافة العدد اللانهائي من خلال الصفوف من خلال هذا البرنامج. كذلك نستطيع أن نرى هنا ممبرز صفر. طبعا وبالطبع ليس لدي أي طالب أو طالبة لأنني فقط تو أنشأت هذا الفصل. وكما نلاحظ أنه إذا يريد الطلبة الدخول إلى هذه الصفحة يجب عليهم كتابة هذا الكود للدخول على هذه الصفحة. لنرى إذا لا كنت أريد مثلا هذا الكود, نلاحظ هنا أن الفصل الثاني كود يختلف تماما عن الفصل الأول, فيجب علينا أن نفصل يعني ذلك أن لكل فصل من الفصول كوده الخاص فيه. إذا كنت لا أريد هذا الفصل وأريد أن أحذفه نستطيع نذهب إلى Members, Remove Class. Are you sure you want to remove this class? Yes. And it will be removed. Share this assignment. نستطيع مشاركة هذا الأسايمنت مع الآخرين, وأن هذا الكود فقط وضع لي تنبيه أنه فقط لطلبتي. هنا نستطيع أن نختار حجم هذا الكود, حجم هذا الأسايمنت small, medium, large. لاحظ هنا مواقع التواصل الاجتماعي. هنا نلاحظ أنه وضع لي 0%, أن لا يوجد أي طالب أو طالبة قد أنجزوا هذا البرنامج. إذا كنا نريد تسجيل الخروج من هذا البرنامج نذهب إلى Profile, Log Out. وبذلك خرجنا من هذا البرنامج وتم الانتهاء من الـ EDpuzzle. وإذا كنا نريد الدخول مرة أخرى نضغط على Teacher كما أسلفنا سابقا. هنا نلاحظ أن هذه الصفحة فقط مخصصة للطلبة, يستطيعون الدخول من خلال هذه القناة. نفترض نكتب يوزر نيم, يضع الطالب يوزر وباسورد. optional, it's optional, يعني ما يحتاج ان اضعه. فاصبحت الان انا طالبة. إذا كنت أريد join class أضغط الكود الذي أريده, سينتهي الوقت. BQLW BQL6W3. نجرب مرة. شكرا لكم وإن شاء الله يسعنا الوقت في المرة الأخرى للـ EDpuzzle. نراكم لاحقا. شكرا.